لماذا تنظرين إلي هكذا يا رنا؟ أنا أشعر بالقلق من نظراتك هذه. وهذا فعلا ما يقلقني. ولكن لا يجب لعب كرة القدم في المنزل، هيا لنخرج إلى الحديقة. ما دامت والدتك موافقة، هيا بنا إذا لنلعب. سوف أعجبك أنا رونالدو. ارتطمت برأسي أيتها المجنونة، أتلومينني على ذلك؟ أنت من رماها بقوة وبعنف. ما هذا الصوت يا رنا وناشو؟ أنتن بخير؟ يا ابنتي، ولكن ماذا يعني ذلك يا أمي؟ لقد رفضت أن نلعب بالحديقة، وقالت بأنك سمحت لنا باللعب في الصالة. خلاص ناشو، لقد علمنا بذلك. هيا اصمتي. رنا، لا تتحدثي مع صديقتك بهذا الأسلوب. سأخذ رأي ناشو بالعقوبة. هيا يا ناشو، ما رأيك أمنع عنها المصروف لمدة أسبوع؟ ماذا؟ أسبوع كامل بدون مصروف؟ نعم، أسبوع كامل بدون مصروف. أم أسحب الجوال منك لمدة أسبوع كامل؟ هيا اختاري. أنا سامحتها يا خالتي، لا أريدها أن تعاقب. ألو ألو أيها الجوال، ما زلت معي؟ لا تفرحي كثيرا يا رنا، إن كانت ناشا تنازلت عن حقها فأنا لن أتنازل. ما هي عقوبتي إذن يا أمي؟ سأمنع عنك المصروف لمدة 4 أيام لإصلاح زجاج النافذة. موافقة يا أمي، وأعدك أن لا أكرر ذلك مرة أخرى. هيا إذن، تبقى أن تعتذري لناشو وتأخذيها بالحضن. هيا اعتذري منها. أنا قبلت اعتذارك يا رنا.